سي سعيد، نبغيو نعرفوا شنو هو السبب ديال هاد الظاهره هادي اللي تفشات في المجتمعات ديالنا. شرتي واحد الكلمه مهمه، تكلمتي على ظاهره، ما قلتيش على مشكل وقع شغب يعني جمهور الرجاء ولا اي فريق كيفما كان نوعه، لكان حاله خاصه تدوز، ولكن بس بحال الظاهره، والظاهره ولات يعني تصيب مجموعه ديال المجتمعات، سواء يعني فرق او منتخبات، كما شفنا من العديد من المقابلات تنشوفوا ظاهره الشغب. لكن الان عندنا حنا في المغرب بدات يعني تفض راسها بقوه وبكل صدق، يعني كاع المكونات وكاع الظروف تتشجعنا باش يكونوا الدراري مشاغبين. تقدر تقربنا اكثر من هاد الظروف؟ داكوغ. الاغلبيه ديال الناس اللي تكلمنا بصفه عامه، من تيكون مشكل ما تنبقاو مركزين على المشكل، عندنا مشكل مشكل كيف ما كان نوع المشكل، لكن تغيب علينا حنا التركيز اللي خصو نركزوا عليه هو التركيز على اسباب المشكل. اذا ركزنا على اسباب المشكل ونسينا المشكل بطبيعه الحال نلقاو الحلول للاسباب. قلنا ان الظروف ساعدات الشباب باش يكونوا مشاغبين، يعني مجموعه يعني اسباب كثيره. كاين اسباب اللي ممكن نعالجوها بطريقه بسرعه بانيه، وكاين اسباب خاصها تطلب وقت. اول اساس اللي خصنا نخدموا عليه هو مستوى الوعي. الوعي، لان التوجه الذهني عند الشباب توجه خاطئ حول هذه المنظومه ديال الكره، حول لا باسيون ديالهم، حول هذه الهوايه اللي متبعين. ممكن وصلوا ولاو فاناتيك، ولاو يعني ولا التعلق بالفريق ماشي حب الفريق. وهنا كاين واحد الفرق بين التعلق والحب. الا كنتي تتحب راه تتحب فريقك سواء كان منهزم او لا منتصر. اما اذا كان التعلق، التعلق تيجرنا لواحد المساله سبب خطير جدا، هو ان في الخساره تعتبر بالنسبه لهاد الشباب اهانه، تتعتبر كذلك الظلم من طرف الحكام، تتعتبر كذلك ظلم او لا عدم تسير محكم من طرف مسير، وتيبقى ذاك الشاب يعني مركز على مجموعه ديال المظالم بالنسبه ليه، وتفجر الغضب ديالو في العنف، في التكسير، في الاشياء الاجراميه اللي تتخلي هاد الظروف اللي تنعيشو حنا، وتيمشيو فيها ارواح، وتيمشيو فيها يعني كاين عاهات مستديمه اللي تعيشها الطفل ولا هذا الشاب، وتتاثر كذلك على المستقبل ديالو. وسي سعيد، المسؤوليه على من كتوقع؟ هي مسؤوليه مشتركه مجموعه مؤسسات، ما نقولش افراد، مؤسسات. اولها الاسره، الوالدين تيولدوا يلوحوا مقابل الخبز وناسين اللي تياكل الخبز. ما مركزيش الدري ما تيشوفوش على يومين ثلاث ايام، دري صغير عنده 14 15 عام وما تيعرفوش اش يدير خلال النهار ديالو كامل، تيشوفوا لابس واحد اللبس معين، تيشوفوا تيتكلم بواحد اللغه، ولا ما كاينش هناك تدخل ديال الاباء. دونك هنا كاين مشكل ديال الاسره، ثم هناك مشكل ديال جميع الجوانب الاخرى اللي تتاثر هذا الطفل ولا هذا الشاب، اللي هي التعليم، المؤسسه التعليميه. تغيب غياب كامل الجانب التوعيه والتاطير في هذا الجانب ديال السلوك. تنقراو الرياضيات، الاجتماعيات، العربيه، والطفل كله مركز على النقطه باش ينجح، ولو بطريقه يعني عنده تحت الغش، عنده اصبح ده الان اصبح الغش يعني حق مشروع. ولكن التربية والتأطير والتوجيه تغيب في المؤسسة التعليمية، كذلك تغيب من خلال الجمعيات اللي حنا تيكونوا تيحضنوا الأطفال والشباب في جمعيات مختلفة. الجمع أكبر أكثر الجمعيات أغلبهم وإلى القليل إلا من رحم ربك مركزين فقط على الملاح ولا النهار ديال الحنة، الختانة، قفة رمضان، ولكن تنساو جانب الاجتماعي اللي مهم، جانب التطوير الفكري ديال هاد الوليدات اللي هما مستقبل المجتمع ديالنا. كذلك تترجعوا السبب كذلك الإعلام، ونقصد هنا بعض المنابر الإعلامية ما تنعممش اللي تتكلم بشيء بأشياء سلبية تتخلي جمهور كذلك تيتشحد سلبا وتيزكيو فيه ديك هذاك الشعور ديال الظلم، ولا ديال من تيتكلم صحافي بالظلم، وهذه راه تتوصل لك الدري الصغير والو ما عارفش، انت صحافي تتكلم ولكن داك الدري الصغير شي ياخذ اش يستقبل، تيستقبل الظلم، تيقول هذا شي ظلم كبير ديالنا. دونك هذه مؤثرات كبيره. كذلك التواصل الاجتماعي اللي استغل من طرف الشباب بشكل سلبي،
تلقاو حنا دابا لي زيلترا جمهور ديال الفرق تيوجدوا المقابله قبل المقابله. كيفاش تيوجدوا؟ يعني بالسب والشتم والتوعد يعني بالانتقام وتتشوفوا ان الجمهور تيتلاقى مع الجمهور ونساو المقابله. دونك هنا كاين واحد الجانب خطير جدا هو التواصل الاجتماعي. دونك هذا التواصل الاجتماعي يعني استغلوه هاد الشباب بشكل سلبي. دونك كيفاش غنحسنوا حنايا؟ هذا هو الجواب، كيفاش غنقلبوا على الحلول؟ وسي سعيد، غير مؤخرا غير البارح كانت مباراة ديال فريق الرجاء البيضاوي وشهدات يعني احداث ديال شغب يعني كبيره بزاف، وراح ضحايا ديال الضحيه ديالها واحد الشخص حسب ما روج له في واحد الفيديو، وكاين ناس بزاف اللي تصابت اصابات بليغه. فشنو في نظرك الاجراءات اللي خاصها يتم اتخاذ ديالها من بعد هذه الموجه ديال الجدل اللي كانت البارح؟ كاين حلول، الحلول قلنا كاين حلول في المدى البعيد وكاين حلول آنية. أولا خاص يكون واحد الأمن إيجابي، تلاحظوا أحيانا أمن سلبي، سلبي بالتدخلات ديالهم، بالعدد ديال رجال الأمن، بالتموقع ديالهم. تصوروا واحد يعني عدد كبير ديال الجمهور غادي بوحدو في الشوارع، راه ممكن يدير شي حاجة خايبة. واش كاينة مواكبة ديالك الجمهور ولا ما كايناش؟ واش كاينة ظروف؟ كاين التنظيم كذلك حتى هو خطير، قدر تحط يعني جمهور قبل الجمهور في الخروج في الشوارع في المحطات، هما تيأمنوا الملعب وتنساو ما وراء الملعب وما من النقاط البعيده كذلك الملعب في المحطات في لوطوروت لي زوطوروت كاين الناس يوقفوا في القناطير وفين هما الامن. دونك الامن خص يلعب الدور ديالو، لان الامن الان هو الحل الاني، هو الحل السريع يعني ضرب من حديد. حنا الدراري تيديروا شي حاجه مثلا خايبه وما كاينش دي سانكسيون، ما كاينش عقوبات اللي تخلي مثلا الدري يعطي خصنا نضحيو، خصنا نضحيو احيانا خصنا نضحيو. لكن ملي غادي نعاقبوا هذا الوليد وكاع يمشي للسجن مثلا وتشد واحد عام عامين ثلاث شهور اربع شهور، هناك خاص يكون تركيز على هذا الشاب، ماشي نمشيو نخلقوا يعني مجرم اخر اكثر ما نخلقوا احد من الجمهور اللي ممكن يشجع بشكل سلبي او لا ايجابي. هنا خاص التاثير، خاص التوجيه ديال مجموعه ديال المؤسسات اللي ممكن يشاركوا ويضحيوا من اجل تاثير هاد السجناء كذلك. وسي سعيد في الاخير بغينا دوينا بصفه عامه على المشكل ديال او ظاهره شغب الملاعب اللي يعني معني بها جميع الفرق وجميع المنتخبات ديال العالم. فبالنسبه لنا كنلاحظوا واحد النقطه، كاين واحد التركيز على جمهور الرجاء البيضاوي ملي كيتم الحديث على الشغب، شنو كتقول في هذه النقطه؟ هي ليس الجمهور الرجاء البيضاوي وحده اللي عنده هذا المشكل، هو مشكل فكر، مشكل عقليه. كاين جمهور بلا ما نذكر اسماء، كاين مجموعه الفرق راه تنشوفوا احنا في التلفزيون، ما كاينش الجمهور بوحده، كاين جمهور تيبروفوكي جمهور بالسب والشتم. نعطيكم اكزومبل، الوداد كانت مع تطوان وكان واحد الترحيب من طرف الجمهور ديال الوداد، من طرف الجمهور ديال تطوان الجمهور ديال الوداد باسلوب راقي، فكانت واحد يعني واحد العلاقه في ديك المقابله قمه ديال الرقي ديال الوعي. هاد الجمهور هادو واش مأثرين؟ فعلا مأثرين بمجموعه اللي تتأثر الجمهور كامل. ولاحظتوا كاع في المقابله الاخيره ديال الوداد شي واحد في الملعب قال لي ما تلوحوش القراعي بالمايك، يكون من دوك المنظمين ديال الزلترا ديالهم وما تلاح حتى قرعه. دونك كاين واحد الخدمه اللي على ديك السي سعيد على ديك المباراه ديال الوداد راه حتى هي شهدات احداث ديال الشغب. كاين احداث ديال الشغب، انا تنقول كالنسبه يعني قلات بزاف، خاص هذوك المؤثرين، هذوك الناس اللي تيديروا التيفوات، هذوك الناس اللي تيأثروا، لان الجمهور وهذا الشاب تيسمع لصاحبه اكثر ما يسمع للصحفي ولا يسمع للمؤثر، خاصهم هذو يتأثروا كذلك، هما يوصلوا الفكر، يكونوا انترميديار بين المؤسسات اللي خاصها توصل الهدف هذا وهاد القيمين على هاد المجموعه ديال الزلترا هذو. دونك بالنسبه للرجاء البيضاوي ولا الوداد ولا الجيش ولا كلهم معنيين، وليس الرجاء بوحده. الرجاء يعني في المات يكونوا كبس الفداء يعطيوا الرجاء، جمهور الرجاء خايب خايب، لكن ماشي جمهور الرجاء، الجمهور بهذه العقليه، الجمهور ديال المجموعه ديال الفرق، وحتى دوك اللي ما عندهمش هذا الجمهور ولات كذلك ولات العدوى. احنا كما تتعرفوا ان التاثير الايجابي تيعادي والتاثير السلبي تيعادي، دونك بدات العدوى تتمشي مجموعه ديال الفرق، وحنا خاصنا نوقفوا ضد هذه الظاهره هذه، ولكن ليس من جانب واحد.
من كاتب من جميع الجوانب، والمسؤولية كما قلت في الأول ملقات على الوالدين، على رجال التعليم، على الجمعيات، على المرابر الإعلامية بشتى الأساليب ديالها اللي تتخدم بها. دونك هذا غادي يعطينا واحد فئة، واحد طائفة، واحد الفئة باردون ديال الشباب اللي ممكن تكون إيجابية. ثم نختم بكلامي في هذا، حنا ما تنعلموش وليداتنا قيم ومبادئ، خاصنا نركزوا على القيم والمبادئ ونطلقوا وليداتنا وسط المشاغبين ما يكونوش مشاغبين. دونك حنا هملنا واحد الجانب مهم جدا اللي هو الجانب الروحي. أغلبية الشباب ما عندهمش العلاقة بالجانب الروحي، لأن في التهور ديالك كاين هناك ظلم، كاين هناك غضب ديال الله عز وجل، وثم في التهور ديالك كاين سجن. واش انت واعي بداك السجن؟ تصور انك تحرم من حريه سنتين وانت في قمه ديال الشباب ديالك، واش انت واعي بهذه المسؤوليه هذيك؟ مشى لك المستقبل ديالك، مشى لك نهار من الحريه راه تساوي الشيء الكثير. لكن هاد الطفل ما واعيش، تيسحب راسو ان هذيك رده الفعل هي اللي خصها تكون. وختاما نسيت واحد النقطه مهمه، هو الوضع الاجتماعي ديال الشباب. وضع حتى هو خل تفجر ذاك الغضب. شنو هو الوضع الاجتماعي؟ لا مستقبل يعني دراسي في مستوى، لا ظروف عمل في مستوى، انعدمات. دونك الدري شنو تيوقع؟ تيفجر الغضب ديالو. خاصنا كذلك نتوجهوا للشباب في نخليوش من الفراغ، خاصهم تما يخدموا، خاصهم تما يقراوا، خاصهم يكون عندهم امل. الامل ما كاينش، دونك كاينه الكراهيه والحقد الى غير ذلك من المشاعر السلبيه اللي ممكن تخلق لنا مشاكل.